توفر سابلينغ مجموعة متنوعة من الساعات الرئيسية التي تم تصميمها هندسياً لتتوافق مع الاحتياجات المختلفة للمرافق المختلفة. يقدم هذا الفيديو جميع الطرازات التي توفرها سابلينغ لمساعدتك على اختيار الطراز المناسب لاحتياجاتك. أولاً، يمكنك الاختيار من بين تصميم التعليق على الرف أو التعليق على الحائط، حيث يتم توفير جميع ساعات سابلينغ الرئيسية بأحد هذين الخيارين. تستطيع ساعات سابلينغ الرئيسية استلام توقيتها الدقيق إما من خادم NTP أو من جهاز استقبال GPS أو بشكل منفصل من قاعدة التوقيت الخاصة بها. وتتضمن جميع ساعات سابلينغ الرئيسية الميزات القياسية التالية: يمكن التحكم في الساعات الرئيسية وضبطها باستخدام الأزرار أو لوحة المفاتيح الأمامية اعتماداً على الطراز، كما يمكنك التحكم في النظام من أي مكان في العالم باستخدام صفحة الإنترنت. تملك الساعات القدرة على استلام التوقيت الدقيق من ما يصل إلى 10 خوادم NTP لضمان حصولها على التوقيت الصحيح في حال إخفاق أحد الخوادم، كما أنها قادرة على ضبط جميع الساعات الثانوية للتوقيت الصيفي. يمكن ضبط جميع ساعات سابلينغ الرئيسية لإرسال تنبيهات بالبريد الإلكتروني في حالة حدوث تعديلات معينة للساعة الرئيسية. واعتماداً على احتياجاتك، يمكن أيضاً ضبط الساعات الرقمية لعرض كلمتي بيل وفاير ورسائل معنونة. تمتلك سابلينغ مجموعة متنوعة من طرازات الساعات الرئيسية التي توفر ميزات اختيارية لتعزيز وظائفها اعتماداً على الاستخدامات الخاصة بك. وتتضمن هذه الميزات الاختيارية العمل كخادم NTP وتوفير قاعدة زمنية لأجهزة أخرى ذات IP ممكن مثل هواتف Voice over IP، الصوت عبر بروتوكول الإنترنت وأنظمة الإنتركوم وشبكات الكمبيوتر، إمكانية البرمجة المتتابعة للتحكم في أجهزة أخرى مثل أنظمة أجراس المدارس أو الأضواء أو مكيفات الهواء والأنظمة الأخرى في وقت محدد مسبقاً، ويمكن تنفيذ هذا الأمر باستخدام لوحة مفاتيح الساعة الرئيسية أو صفحة الإنترنت لجدولة الأحداث الموجودة في المرفق الخاص بك. توجيه الأمر إلى الساعات الرقمية لبدء العد التنازلي في أوقات محددة سابقاً، مثلاً بين فترات الراحة بين الورديات في المصانع أو فترات الراحة بين الفصول الدراسية في المدارس أو أي أحداث أخرى يكون فيها العد التنازلي المحدد مسبقاً مفيداً. تسمح لك ساعة توك باك الرئيسية من سابلينغ بمراقبة جميع ساعات توك باك اللاسلكية الموجودة في النظام وتوفير معلومات حول صلاحية البطارية وقوة الإشارة والحالة الميكانيكية. لنلقي نظرة الآن على بعض طرازات ساعات سابلينغ الرئيسية. ساعة SMA2000 هي الطراز القياسي الذي يأتي مع شاشة LED أمامية مع زرين للبرمجة، كما تأتي SMA3000 مع شاشة LCD أمامية شاشة LED بالإضافة إلى لوحة مفاتيح لواجهة أكثر قابلية للبرمجة. كما يمكنك أيضاً اختيار إضافة 4 أو 8 ترحيلات للتحكم في أجهزة أخرى مثل الأجراس والأضواء والمزيد. تتوفر ساعات سابلينغ الرئيسية في النظام اللاسلكي إما بطراز التعليق على الرف أو التعليق على الحائط. للساعة الرئيسية ذات التعليق على الحائط هوائي داخلي لتوفير سهولة التركيب، بينما للساعة الرئيسية ذات التركيب على الرف هوائي بعيد لمرونة التركيب وقوة إشارة مثلى. يتم تحديد رقم قطع ساعتك الرئيسية بواسطة الميزات الاختيارية التي تحددها، ويوجد خليط من الميزات يناسب كل تطبيق. الرجاء استشارة المندوب المحلي الخاص بك للحصول على المزيد من المعلومات. تشتهر سابلينغ في جميع أنحاء العالم بريادتها في مجال أنظمة الساعات المتزامنة، ففي سابلينغ نعمل بجد لتوفير أحدث التقنيات في السوق، كما نعمل باستمرار على توسيع خط الإنتاج الخاص بنا. نشجعك على زيارة موقعنا على الإنترنت للتعرف على منتجاتنا وتحديثاتنا الجديدة. سابلينغ، تزامن مستمر.